السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ يا صباح الخير على الجميع. طبعا اليوم شغلنا حديث، اليوم نجدنا الدولاب أو الخزينة. شوفوا ما شاء الله اللي تجي الأنوار. تعبت على ما لقيت نفس اللون اللي يناسب اللي هو الستاير، ونجدناه. طبعا الباب بسم الله يكون مميز زي كذا، وقينا فيها شغلات خفايف ان شاء الله رايح كم يوم نخلصها. عندنا حق العازل حق الغرفة، يبقى عندنا هنا حق الدولاب الملابس، عندنا هنا بسم الله حق المجلة او المغسلة ان شاء الله راح نسويه، يبقى عند الفرش.